الحاجات اللي انا ممكن اعملها بسرعه تقلل من وزني، يعني البعض دلوقتي في موضه طالعه تقول لك الكرفس مع البقدونس لو شربته كتير. طب هل انا بقى لو شربت كتير الكرفس مع البقدونس ده غلط لان هو بينزل ميه من الجسم، ولا ده كويس؟ لازم نخلي بالنا ان في حاجات مضره للبول زي ما حضرتك قلتي، زي القهوه مثلا الخضراء الكتير، الشاي الاخضر الكتير، برضو دي حاجات زي الماتشا، الحاجات دي مضره للبول فبتنزل كميات ميه. انا مش عايزه انزل ميه، انا عايزه انزل دهون. الدهون هتيجي بالاكل الصحي، بالاكل المتوازن، بوجود طبق السلطه على مائده الاسره. ومن الحاجات اللي بترفع كمان من كفاءه الحد عندي الكرنب، سواء كلناه بقى مطهي الحر محشي كرنب، يعني محشي الكرنب ده صحي على فكره. شكرا جزيلا يا جماعه، دكتوره منال تقول ان محشي الكرنب ده صحي على فكره. صحي يا فندم لو اتعمل بالنسبه اللي انا هقول عليها، نسبه الخضره اكتر من نسبة الرز، ونسبة المادة الدهنية تكون قليلة. نسبة الخضرة اكتر من نسبة الرز، اكتر من رز اللي هو الشبت والكزبرة والحاجات دي، والطماطم والكزبرة والبقدونس. حلو ده. وتكون اكتر من الرز، ونشيل الدسم اللي على وش الشوربة، ونستخدم مادة دهنية قليلة. على فكرة لو كلنا منه 10 صوابع كده مفيش لكن مشكلة، لكن ورقة الكرنب نفسها دي صحية جدا. صحية جدا لانها غنية بمضادات الاكسدة. مضادات الاكسدة دورها ان هي بتحرق الدهون، بتقلل من تكوين الخلايا السرطانية، كمان بتقلل من حاجة مهمة جدا وهي تراكم الدهون على الكبد. فالكرنب سواء حتى قطعناه فريش اخضر كده على السلطه، الكولسلو بالظبط. لا بس الكولسلو فيها مايونيز يا فندم، احنا ضد الدهون. السلطه الخضراء لو قطعنا عليها كرنب، لو قطعنا الكرنب كده وكلناه بشكل جيد والله بحاول ادي امل للناس اللي بتتفرج علينا. ما هي العادات الغذائيه الخاطئه دي هي اللي خلت نسبه السمنه مرتفعه في مجتمعاتنا دلوقتي. طب انا اسال حضرتك سؤال، يعني حضرتك اتكلمتي عن الاغذيه اللي هي بتدي احساس بالشبع، اتكلمنا على البيض واتكلمنا على السمك واتكلمنا عن اللحوم. تمام. طيب برضو لو حد بيحب ياكل، تمام، ايه النوع او انواع الاكل اللي هو ما يقرب لهاش علشان على الاقل وزنه ما يزيدش؟ طبعا الوجبات الجاهزه بكل انواعها، يعني الفاست فود كله لان نسبه الدهون فيه عاليه جدا. الاكل اللي بيحتوي على كربوهيدرات كتير، يعني الرز الكتير، المكرونه الكتير، النشويات الكتير. لو حابب اكل رز او مكرونه في البديل دلوقتي الفريك. الفريك من الحاجات الصحيه وفي نفس الوقت مش بتدي نفس الرز اللي هو بشعريه واحده واحده، ده جميل، ده غلط، ولكن بمقدار معين، يعني لا افراط ولا تفطير، لا افراط ولا تفريط. يعني لو خدنا مثلا 4 معالق رز مثلا، اوكي، مع صدر الفرخه، معلقه مع كبيره شوية. دي 4 معالق مش كبشه، معلقه يا فندم، معلقه الطعام. انت ما فطرتش يا رجائي وانا بقول لك. وبرده عشان نقلل من شعورنا او رغبتنا في تناول الكربوهيدرات يا فندم، يا ريت نبتدي الاكل بالترتيب اللي هذكره لحضراتكم. يعني يا ريت نبتدي بطبق السلطه يكون متنوع في انواع الخضروات. تمام. بقدر الامكان نبتدي بتناول قطعه البروتين لانها بتدي شعور بالشبع. هنلاقي نفسنا في الاخر ما بناكلش كميه نشويات كبيره زي الرز او المكرونه او اي نوع من النشويات بيكون، او العيش او اي نوع من النشويات بيكون موجود. فلو بدانا بالترتيب ده بيقلل من رغبتنا في تناول النشويات. مشكله النشويات يا فندم والسكريات بشكل عام، لان الكربوهيدرات هي سكر في الاخر لو حللناها، والحاجه الحلوه ان هي بتزود شعورنا بالجوع اكتر. فحضرتك بتخش في حاله من النهم وحابب تاكل اكتر لانها بتعلي مؤشر الانسولين، فالانسولين بيكسر السكر، بيحصل انخفاض في السكر، فيبتدي حضرتك انا نفسي في حاجه حلوه، انا عايز اكل تاني، نتيجه ان زياده المتناول من السكريات والكربوهيدرات. لما هناكل البروتين ده بيقلل من الشعور، لما هناكل الخضروات، الجبنه القريش عندنا من الحاجات الغنيه جدا بالبروتين، ممارسه الرياضه، النوم الكويس، شرب الميه، منظومه متكامله بتساعد بعضها.